إحدى هجوم انتحاري في مدينة بيدوا الصومالية بحياة 4 أشخاص بينهم 3 جنود بالإضافة إلى إصابة 6 مدنيين كانوا في مطعم بجوار مكان الحادث. الهجوم الانتحاري استهدف موكب عمدة إقليم باي علي ورتيري ويعد الأول من نوعه في عاصمة الإقليم جنوب غربي البلاد منذ بداية العام. في العاصمة مقديشو قتل مدنيان في تفجير بلغم أرضي كان يستهدف سيارة عسكرية تقل جنودا حكوميين، فيما أصيب قائد السيارة بجروح خطرة، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجومين. ينضم إلينا من مقديشو مراسلنا الشافعي أبتدون. الشافعي، ضعنا في صورة تطورات والمعلومات المتوفرة عن هذه الأحداث. زميلة، حتى الآن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الهجوم الانتحاري الذي شهدته مدينة بيدوا عاصمة إقليم جنوب غرب الصومال نفذه انتحاري كان يرتدي حزاما منسفا فجر نفسه بالقرب من مطعم شعبي لحظة مرور عمدة إقليم باي علي ورديري. الهجوم هذا أودى بمقتل 4 أشخاص طبقا لمصادر حكومية من وكالة صونا الرسمية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. هذه الهجمات تأتي عقب قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تكثف هجماتها في هذا الشهر. في السياق ذاته لقي مدنيان مصرعهما صباح اليوم جراء انفجار لغم أرضي كان مزروعا في قارعة الطريق عندما كانت سيارة عسكرية تقل جنودا حكوميين كانوا يعبرون الشارع. هذا الهجوم أودى بمقتل مدنيين على الأقل. عادة التفجيرات التي تنفذ بواسطة ألغام أرضية تتسبب في مقتل المدنيين وإصابة الشعب أو الأشخاص القريبين من مواكب الحكومة، وخاصة الرتل العسكرية أو السيارات المصفحة تتسبب في مقتل المدنيين وإصاباتهم بجروح متفاوتة. الوضع الأمني حاليا في مقدشو مربك جدا بسبب الخلافات السياسية الراهنة حول الانتخابات، لأن الاجتماعات الأخيرة التي كانت تشهدها العاصمة مقدشو وخاصة في معسكر حلينة الذي تتولاه القوات الإفريقية فشلت ولم تتوصل إلى نتائج تذكر. هذا طيب الشافعي، هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، يعني هذه الهجمات هل تأتي في سياق معين يعني تشهده الصومال حاليا، أم أنها هجمات كالتي كانت تنفذ في وقت سابق؟ عادة في الصومال عندما تتدهور الأمور سياسيا وتزداد شدة الخلافات السياسية في مقدشو تأتي الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي تنفذها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث تستغل الفراغ الأمني في البلاد لأن الأجهزة الأمنية وقيادات الأجهزة الصومالية العسكرية تنشغل أكثر في الخلافات السياسية وتنخرط في هذه الأزمات السياسية، مما ينعكس سلبا على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. وصلت الفكرة تماما، شكرا جزيلا لك من مقديشو مراسلنا الشافعي أبتدون.